اهلا ومرحبا، معكم اخوكم سامي فرج من قناه سامي اف. هذا الدي جي اكس 670 الجديد، هذا الموديل اللي هو بيانو عباره عن 88 مفتاح مثل ما تشوفونه بالطريقه هذه، 88 مفتاح، وفي بعد البيتش بند. راح هو طبعا عباره عن مثل ما قلت لكم، هو يعتبر ارينجر كيبورد ولكن عباره عن بيانو، مفاتيح البيانو اللي هي الثقيلة، و88 مفتاح هذا حق الستيج. ف هاي كلر سكرين ماله، عندكم هاي السونج تقريبا نفس الاي 5000 والاس اكس 900 و700، هاي قسم الايقاعات والسونج ريكورد ثم تشوفون زين. وهذه الشاشة، عندكم هني قسم الاصوات زين، وهذه هني اليو اس بي. طبعا معلومه اليو اس بي بقول لكم عنها معلومه، انه هو مثل ما قلت لكم يعني ما يشغل صيغه الام بي 3، يشغل الاوديو وصيغه الويف بس، لكن ام بي 3 ما يشتغل عليه. فهو جميل جدا ومفاتيحه ثقيله جدا عن البيانو. ثم تشوفون سماعتين، صراحة الشكل هني عاملين له ديزاين حلو، انحناء مثل ما تشوفون. الموديل اللي قبله كان 650، واللي قبله كان 660 و650 و640، هذا اخر موديل دي جي اكس 670. طبعا قيمته مع الفات، قيمته 4000 درهم مع الفات. انا اشوف سعر مناسب جدا على يعني لهذا البيانو الكبير، وهو عباره رينجر. وهذا طبعا الناس المعينين يحبون الكيز الثقيل هذا اللي يحبون يعزفون عليه، وفي ناس تفضل الرينجر اللي هو ال 61 مثل الاي 5000 الجديد والحاجات هذه. وشكرا، مع ان شاء الله معلومة جديدة ومع كيبورد جديد ومع ان شاء الله فيديو جديد مع الاي 5000، ان شاء الله راح اعمل لكم فيديوهات جديدة في معلومات جديدة ان شاء الله، ومع السلامة.